إلى الحق فضيلة من الفضائل تكبر بها بين الناس وترتفع بها هامتك عالية فوق الجميع. شكرا. ربنا يخليك يا شيخ خالد، بس أنا الحقيقة عايز أوضح كده شوية حقائق. نعم. دي يعني إذا سمحتوا لي يعني. اتفضل يا كابتن شبيح. أولا أنا لم أخطئ لا من قريب ولا من بعيد. قصة التسجيل اللي بيقال إنه بصوتي على والدة الأستاذ مرتضى منصور، دي مكالمة منسوبة لشخص ما بين شخصين، سواء كنت أنا أو غيري، مع بنت تانية. المكالمة دي كانت بين شخصين فقط لا غير، فالمسؤول عن يعني عن إذاعتها أعتقد هو اللي تسبب في هذا الجدل اللي موجود. يعني أنا ما طلعتش في برنامج تلفزيوني ولا برنامج إذاعي ولا وسبيت أو تطاولت على مرتضى منصور أو على غيره أو. من الممكن أن أكون بعرض قضايا رياضية، من الممكن أكون بعرضها بحدة شوية، لكن أنا أتحدى لو في يوم من الأيام طلعت على أي بني آدم وتطاولت أو تجاوزت في حقه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الحقيقة أنه في كثير جدا من الأفاضل الإعلاميين يا دكتور ياسر، زي الصديق العزيز عمرو أديب، الصديق العزيز أحمد موسى، الصديق العزيز طارق يونس، الصديق العزيز محمود سعد، الصديق العزيز خير رمضان، وآخرهم الصديق العزيز سيد علي. وبالمناسبة على فكرة أنا كنت طبعا بعد الحلقة اللي جابوا فيها البنت في النهر كنت تقدمت ببلاغ الحقيقة، وأنا بقول لك إن شاء الله مع بداية المطلع الأسبوع القادم بإذن الله بلاغي ضد قناة. ما هو الشيخ خالد الجندي يا كابتن شوبير بدأ المبادرة، فإحنا عايزين تبقى مش مبادرة واحدة وتبقى يعني زائد كل الخلافات. طبعا إن شاء الله بسحبه الأسبوع المقبل، لأن ده يعني أقل واجب تجاه هذه المشاعر الجميلة. ف بيجي ناس كتيرة جدا بيكلموني احمد احنا عايزين ننهي الموضوع، لهم جدا انا ما عنديش ادنى مشكلة. الشيخ خالد الجندي مشكورا امبارح كلمني في الفاصل وقال لي احمد عشان خاطري يعني كلمتين جمالوت، والشيخ خالد الجندي لما يكلمك يا دكتور ياسر ما تقدرش غير ان انت تطيع الله وتطيع رسوله زي ما هو قال يعني. طبعا لانه رجل دين ورجل اخلاق ورجل فاضل. قيمته وكيانه وقدره عندنا. حقك على يا سيدي ماشي، والدتك وفي الجنة وفي الأبرار زي ما بدأت كل الوالدات وخلاص. موضوع يعني موضوع أنا شايف الحقيقة بس الموضوع صغير جدا. أيوة. جدا جدا وكبر بشكل غير عادي. خلي بالك أنا في كل حواراتي في كل برامجي نظرتي ما بتزيدش عندها، يعني ما بتزيدش أبدا عندها، رغم أن أنا تعرضت لمهانات وتعرضت لإساءات وتعرضت لتجاوزات، ووالدتي تعرضت لتجاوزات باسمها، واهلي تعرضوا، ومع ذلك انا متسامح جدا بشكل غير عادي، لانه ديننا امرنا بكده ورسولنا امرنا بكده والمسيح امرنا بكده. تعرضت للتشهير يا شيخ خالد في طنطا ان انا راجل مرتشي وان انا باخد فلوس عشان اشغل الناس، وانت جيت طنطا معايا وشفت قد ايه حب الناس وقد ايه قرب من الناس. تعرضت ان انا بتطاول على المسيح وما ادراك ما المسيح وما مكانته في قلوبنا ونفوسنا جميعا كمسلمين وكمسيحيين. وتعرضت للتشهير بأسرتي بشكل غير عادي، ومع ذلك أسهلت بالك وقلت خلاص وموضوع انتهى. وكل ما سيبقى مغلقا ان شاء الله يا كابتن شوية، احنا مش عايزين ننكأ الروح ونفتح تاني الكلام ده مهم. كل من توسط لم أرده أهلا وسهلا وتحت أمرك يا جماعة. فالحقيقة أنا عايز أقول إنه هو أصلا ما فيش موضوع، يعني أصلا ما فيش قصة، أصلا ما فيش موضوع. ومع ذلك لما طلب مني الشيخ خالد قال لي قول حقك على حاضر يا شيخ خالد مفيش مشكله خالص على الاطلاق، نتكلم بتعليم دين. لكن انا مش مطالب كل يوم يا دكتور ياسر اعمل مؤتمر صحفي واعتذر، اعمل مش عارف ايه وهات، واعمل ايه وهات. صديقي العزيز محمود سعد انا لسه قافل معاه التليفون دلوقتي، الراجل قال لي احمد هنيجي النهارده، قلت له المهم اتفقنا انها تبقى الاربع اللي جاي ان شاء الله، ومن غير مؤتمر صحفي ومن غير اي يعني حتى اعتذارات. هي مساله انه انا متاكد ان انت حضرتك كابتن شوبير لو مديت ايدك للمستشار مرتضى منصور هينتهي كل شيء في اقل من ثانيه، ولانه الصراع دوت كان له بسببك ولا بسبب مرتضى منصور، قد ما هو في ناس مستفيده بشكل مباشر وحقيقي من هذا الصراع، في ناس عاشت على هذا الصراع، في برامج عاشت على هذا الصراع وكانت تتمنى ان يطول الخلاف وكل يوم يجيبوا كابتن شوبير عشان يهاجم مرتضى منصور او مرتضى منصور يهاجم كابتن شوبير. دي معركه والناس كلها خسرانه فيها، محدش كسبان في هذا الموضوع، وموضوع اصبح ممل وسخيف. وحضرتك بتقول في الصحف الجزائريه وانا بقرا في الصحف الخليجيه، واحد عمل برنامج كامل في قناه ابو ظبي كله تطاول وهجوم وشتيمه عليا ومذيع عشان يبقى كله عشان يتكلم، يعني
حاجات كثيرة جدا والله ما بتوقف أمامها وبسكت وبعديها وبمررها مرور الكرام. عندي شغلي وعندي حياتي وعندي أسرتي وعندي يعني أنت كابتن شوبير نيتك صافية الآن ومفيش أي رواسب. أنا راجع من العمر يا دكتور ياسر وراجع بصفاء غير عادي الحمد لله. عملت عمرة، أنت عارف أحيانا بتعمل عمرة كده بتحس إنها ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائك. عملت عمرة جميلة وكان معايا أولادي وكان معايا أسرتي وراجع مبسوط جدا وفرحان جدا وسعيد جدا لأنه أنا بستعد لعمل جديد وداخل على تحدي جديد. وفي نقطة بس يا دكتور ياسر مهمة جدا أن أنا أوضحها، أنا لست ممنوعا من العمل. أنا المشكلة أن العروض اللي قدامي كثيرة جدا وأنا وقعت لإحدى الوكالات وما زلنا نتفاوض حول الشاشة التي نظهر عليها حتى الآن. فأنا لو عايز أشتغل بكرة ومن المؤكد أن أنت مكسب لأي شاشة يا كابتن شوبير. دكتور ياسر الله يبارك لك لأن دي نقاط مهمة جدا. أنا لست ممنوعا من العمل على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، وبكلم بهدوء شديد جدا خالص. وشغلي ممكن يبقى يوم السبت اكون في التلفزيون المصري، اكون في قناه من القنوات بشتغل عليها، مفيش مشاكل خالص في الحاجات دي يا جماعه. انا نيتي صافيه وما عنديش مشاكل من جوايا. الشيخ خالد لا يطلب منك غير صفاء النيه بس. الشيخ خالد طالب منك حاجه ثانيه يا كابتن شوبير. امرني يا شيخ خالد. يعني في قناه ازهري اتمنى ان احنا نعمل اول برنامج رياضي على شاشه قناه دينيه. وانا بفتح لك العرض ده على الهواء مباشره، وهيسعدني ويشرفني ان قناتك قناه ازهري تكسب هذا المعلق المحترم اللي كلنا بنحترمه كابتن شوبير. تقدر تقول لا بقى؟ حد يقدر يقول لا للشيخ خالد الكندي؟ وحنفهم خالد الكندي. انا اجي لك على عيوني طاير يا شيخ خالد. انا عايز اقول لك على سؤال اخير. اتفضل. بالله عليك واحنا على الهواء، انا اتصلت بيك قبل الحلقه؟ لا لا لا، اتصلت بيك في الفاصل. في الفاصل اتصلت بيك في الفاصل. ده ايضاح مطلوب علشان انا بس انا عايز باعتبار من حضر القسمة فليقتسم. فانا حضرت العرض بتاع قناة ازهري، فانا ليا شرط واحد. تعال افلينا جول. انا ليا شرط واحد، ان يكون ضيف اول حلقة لكابتن شوبير هو المستشار مرتضى منصور. ونعمل عرض وانا موافق على هذا العرض باذن الله، وان شاء الله نزول على رغبة الجماهير هيجي كابتن شوبير يقدم في قناة أزهري برنامج رياضي من وجهة النظر الأخلاقية الدينية الصحيحة، وحيث تكون الدين والرياضة مجتمعان لا ينفصلان، وفي نفس الوقت يكون أول ضيف السيد المستشار مرتضى منصور إذا أذن بذلك ورضي. وأعتقد أن روحه الطيبة سوف تسمح إن شاء الله. وهو مرتضى منصور زي كابتن شوبير مش هيقدر يقول لك لأ، فيعني إحنا ضمننا البرنامج الحمد لله. كابتن شوبير انا بشكر حضرتك اولا على كل ما قدمته للاعلام الرياضي، بشكرك على صفاء النيه، بشكرك على هذه المبادره الجميله، بشكرك على هذه الروح، وارجوك لا تسمح لمن يصطادون في الماء العكر ومن ينتفعون ويكتسبون رزقهم من نهش لحوم الاخرين ان يبقوا في يعني يسكن نار الوقيعة بينك وبين مرتضى منصور. دكتور ياسر هستأذنك، أنت كنت ضيف تقريبا على مدى سنتين في قناة الحياة بالضبط بمعدل مرة أو مرتين أسبوعيا. من الاتهامات التي تكال إلى شخص ضعيف دكتور ياسر إن أنا بقول للضيف يقول كذا وما تقولش كذا، أنت شهادة حق لوجه الله سبحانه وتعالى. لم يحدث مطلقا، وبالعكس انا يعني عرضتك كثيرا حتى بخصوص مرتضى منصور نفسه، ان انا كنت مقتنع دايما انه مرتضى منصور من حقه ان يلجأ للقضاء متى يشاء وكيفما يشاء، لانه اللجوء للقضاء ليس ممنوعا وليس مذموما. فبالعكس يعني انا كنت احنا اختلفنا كثيرا على الهوى يعني. احنا عايزين بقى يعني نلجأ للقضاء الله. اتفضل يا شيخ خالد. اتفضل بقى يا شيخ خالد. احنا عايزين بقى نبطل القضاء الارضي ونلجأ كلنا لقضاء الله سبحانه وتعالى. واحكام الله. واحكام الله. يعني اتمنى من الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال في القران فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هذا الرد وهذا الرجوع الى الله هو مثل هنضربه لكل الجيل اللي واخدينكم دلوقتي قدوه وبيشوفونا وبيقولوا الناس الكبار دول ناس فعلا محترمين وتعلمنا منهم من القيم ومن الاخلاق ومن الموده ما نستطيع ان نقتدي به في الايام المقبله.
احنا بنتعلم منك يا شيخ خالد، وبشكرك وبشكر الدكتور ياسر. احنا بنشكرك كابتن شوبير.